القصة اللي أنا هحكيها دلوقتي بتهم كل واحد يائس وبائس ومش طايق حياته والكلام ده كله. القصة دي هتدي كل واحد فيكم أمل للحياة وتفاؤل مدى الحياة. عم صابر، عم صابر ده كان راجل عاش حياة مأساوية جدا جدا جدا. في بداية حياته وهو في المدرسة اترفض لأنه كان بيسقط كتير قوي في المدرسة، فاترفض ما استسلمش، فقال ان انا هعلم نفسي بنفسي. تمام، وفعلا علم نفسه بنفسه. عدت عليه ايام ان هو ما بيقدرش يدفع ايجار الشقة، فبدأ يبيع حاجة حاجة من الشقة لغاية ما بقاش عنده حاجة يبيعها، وبالتالي ما قدرش يدفع ايجار الشقة، وبالتالي صاحب الشقة طرده بره في الشارع. قال لك انا مش هسكت، فعمل ايه؟ جاب خيمة في الشارع وبدأ ينام في الشارع يعني لغاية كده ما استسلمش. المهم في ليلة وهو نايم جوه الخيمة، ربنا كرمه بواحد، بعت له واحد كده واقف جنب الخيمة وبيشرب سيجارة. المهم خلص السيجارة، قام رامي السيجارة جت على الخيمة اللي فيها عم صابر وهو نايم جوه. الخيمة ولعت وعم صابر اتحرق ومات طبعا، وبس كده. ربنا يرحمه طبعا عم صابر. فأتمنى إن القصة دي تدي كل واحد فيكم أمل وتفاؤل للحياة إن شاء الله. شكرا لكم.